خلينا نشوف البلاغ الأول، بلاغ اعتقال محمد السيد السيد يونس. الاسم محمد السيد السيد يونس، العنوان مركز منية النصر محافظة الدقهلية، السن 65 عام، المهنة موجه بالتربية والتعليم سابقا، معتقل من يوم 22/11/2013، متواجد بسجن المنصورة العمومي. ينضم لنا عبر الهاتف أبو عبد الرحمن أحد أقارب المعتقل محمد السيد. أبو عبد الرحمن في البداية أهلا بك. أهلا وسهلا مرحبا بك أستاذ، الله يبارك فيك. الله يخليك، لو ترفع صوتك شوية ربنا يخليك. في البداية تحكي لنا إيه اللي حصل، ظروف اعتقاله، محبوس منذ 5 سنوات. والله الأستاذ محمد السيد يونس هو مربي فاضل وموجه بالتربية والتعليم ويشهد للجميع بهذا، اعتقل بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين منذ 5 سنوات، حتى يعني بقاله الآن 5 سنوات وشهور. نعم. حضرتك أصيب بجلطة وهو في سجن الجمصة العمومي، ما نقلوش للمستشفى إلا بعد ما يقرب من الأسبوع. نعم. الجلطة حضرتك أكثر من 60% من دماغه. حضرتك اتنقل لمستشفى الدولي في مستشفى السلام الدولي في المنصوره، حضرتك قعد فيها اسبوع وتم نقله مره اخرى الى سجن الجمصه. سجن الجمصه رفض يستلمه لانه عباره عن جثه. نعم. طب ظروفه الصحيه ايه النهارده؟ يعني النهارده مسموح له ان هو يرجع المستشفى تاني؟ ايه التفاصيل المتوفره عن حالته الصحيه النهارده الان؟ يعني والله الآن كما هو، الآن كما هو أهله بيشوفوه الزيارة كل 15 يوم حضرتك، بيطلعوه على كرسي غير مدرك أصلا للي جاي للزيارة. لا ولا لا. ومش عارف حد. نتمنى له يا أبو عبد الرحمن إن هو يعني ربنا يكرمه ويخرج ويكون في قرار بالإفراج عنه بشكل صحي ويعود إلى أسرته سالم غانم إن شاء الله. بشكرك أبو عبد الرحمن أحد أقارب المعتقل محمد السيد.